تمام يا دكتور، تعالوا بينا يا دكاترة نكمل كلامنا في السؤال السابع. ازاي يا دكتور اقدر احكم على الكورس صح قبل ما اخده، والمفروض سعرهم تقريبا بيبقى فرنج كام علشان ما حدش يضحك عليا، يعني اعرف منين ان الكورس ده مضمون؟ لان ده سؤال بيجي لي كتير جدا تقريبا بشكل يعني متكرر جدا على مدار الاسبوع. دكتورة انا عايز اخد كورس تركيبات، تعرفي حد كويس بيدي الكورس؟ وانا للاسف ما ببقاش عارفة ارشح على اساس ايه برضو، يعني هل برضو في معايير معينة نرشح على اساسها، ولا الموضوع بيبقى ماشي على اساس ايه برضو ما انك انت جوه المجال فتقدري تفيدينا اكتر في النقطة دي؟ أي والله يا دكتورة، هو أي كورس المفروض هناخده لازم نشوف المحتوى بتاعه الأول. بالنسبة مثلا لمجال التركيبات، في ساعات بيبقى المحتوى عبارة إن أنت بتفهم الأساسيات بتاعة التصنيع، أنت بتفهم الكيميكالز نفسها، الزيوت نفسها، زيوت المواد الفعالة اللي فيها وبتشتغل إيه، والأحماض الدهنية اللي فيها، والحمض ده مهم للبشرة في كذا وده مهم للشعر في كذا، وبتدرس مثلا حاجة زي السيرفاكتنت، المواد الحافظة، البيجمنت، تدرس كل يعني كلاس من المواد بالشكل الصح، بتعرف كل ماده، فساعتها انت بتقدر ان انت تخلق الفورميولا بتاعتك الخاصه بيك انت. وفي محتوى تاني، الكورسات تانية بيبقى عباره عن فورميولات جاهزه انت بتاخدها بتعملها زي كوبي بيست. ممكن تكون الفورميولا اللي بيديها لك في الكورس دي فورميولا عاليه قوي متقدمه، ممكن تكون فورميولا بسيطه، لازم تجرب وتشوف. فلازم انت تبص على المحتوى، ده رقم واحد، ده اللي هيفرق لك بين النقطتين الأساسيتين دول. ولكن النقطة بتاعة الفورميولا اللي هتاخدها ممكن تبقى متقدمة وممكن تبقى بسيطة، مش هتقدر تحددها غير لما تدخل الكورس. طبعا لو انت بتاخد البيزكس والأساسيات وبتاخد العلم من الجذر بتاعه نفسه، ده أكيد الباكج بتاعته والتكلفة هتبقى أعلى، ده أكيد. لكن لو هتاخد فورميولات، دي بتبقى التكلفة في حدود مثلا 3000، لكن لو أساسيات ممكن مثلا سي توصل 5. لكن تمام. مثلا برضو في حاجة اسمها يا دكتور نسبة وتناسب، ما ينفعش أروح أخد كورس ب 20000 مثلا، طب أنا هيجيلي كام في الأول عشان أدفع صح 20000 كورس وأدفع ماتيريال وخامات تشتريها مثلا ب 50000؟ تمام. لما طب أدفع دكتورة، 70000 دكتورة الأول في أنا ناس هيجيلي بتعمل عملي، يعني في ناس تقول لك هنيجي مثلا في المدينة كذا ونعمل شغل عملي معاكم علشان يبقى بإيديكم، هل فعلا كل دول وفعلا ناس كويسة جدا؟ يعني أنا أعرف منين هم بيقولوا مثلا دكتور فلان هو اللي جاي يدي، إحنا نعرف منين إن الدكتور فلان ده فعلا ثقة؟ ولأن دلوقتي الموضوع بقى منتشر بطريقة غريبة، الناس كلها بتدي كورسات تركيبات. بصي، هو أول حاجة لازم إن هو يكون حد طبي، حد صيدلي، يعني أنت بتاخدي مادة علمية، لأن في كتير للأسف في المجال ناس كليات أدبية وللأسف اخترقوا المجال وبقوا بيدوا كورسات، وده شيء بصراحة يعني أنا مهما كان هو شخص ذاكر كورس برضو قبل كده وجاي بيدي للناس، مش اكتر، مش عنده الاساسيات، مش عنده العلم بتاعنا اللي هو بقى لنا 5 سنين في الكليه، فما عندوش الاساسيات نفسها، هو خد مجرد كورس. تمام. فاول حاجه لازم انت تشوف حد صيدلي يديك. ثاني حاجه، في كورسات بتكتب فعلا ان هو في جزء عملي، بس ساعات يشاء الظروف ان ما يلحقوش ياخدوا الجزء العملي او ما يلحقوش ان هم يطبقوه بايديهم. ممكن مثلا المحاضر هو اللي يطبق بإيده قدامهم تمام. ويشوفه. يعني هو بصي، ما فيش حاجة اسمها ده قال لي هيديني عملي تمام هيديني عملي. تمام. حتى على فكرة، ممكن على فكرة اللي بياخد المحاضرة أو الكورس يطبق كويس عملي ولما يرجع البيت يطبق يلاقي الدنيا مش ضابطة معاه، ده وارد جدا. فهو لما ياخد حاجة في الكورس كفورميولا او حاجه يجربها او ياخد حاجات من الجيلينج ايجنت مثلا يشوف دواء بنها او الكلام ده، لازم هو يرجع يطبقه في البيت، يبقى شاري الخامات كده ويبدا يشتغل بيها بحيث ان هو يحاول يطبق عشان يقدر يحل المشكله دي لو واجهته. يعني تمام. احنا كده قلنا الرينج تقريبا يعني من 3000 ل 5000 على حسب الشخص اللي بيقدم وعلى حسب المحتوى اللي متقدم، يعني تقريبا الفترة ممكن تبقى قد ايه مثلا في الغالب كده؟ بيبقى مثلا انا بشوف كده بيبقى فيه عارفه كام شهر، الفترة ويعني فترة بتبقى التدريب. فعلا في كذا شهر، بتبقى طيب في كذا شهر. تمام يا بس دكتور. هرجع واقول لك يا دكتور، الاساس عندي ان هو يشتغل على نفسه، يقرا كتير، يبدا يشوف مثلا الانجريدينت بتاعت اي منتج موجود من الكوزموتكس ويجي له كده ايوه، يعني فضوله ما ايه يعتمدش الماده دي، يعني ما يسمع يعتمدش ايه، على يعمل سيرش الكورس بس. بالظبط. طبعا
لازم لان ينمي في بقى. مواد كتيره في التصنيع هو مش هياخدها كلها طبعا، في مواد كتيره ممكن ما تبقاش اصلا موجوده هنا في السوق تمام، المصري، بس هو لازم يعرفها ويشوف لها بدايل هنا. كالعادة دايما ده اللي بقعد انصح دايما، حتى على فكرة في اي مجال يا دكتورة، فكرة ان الشخص بالظبط. لازم يبحث، مفيش حاجة اسمها ان انا باخد حتى يبحث دبلومة ده باخد رقم كورس، واحد لازم انا ايدي تكون حقيقي، ده شغالة. الفرق، ده الفرق بين صح فورميوليتور وفورميوليتور تاني. صح تمام. وده على فكرة بيربطنا بالسؤال الثامن يا دكتورة، فين الكتب اللي ممكن نذاكرها يكون